أوراق ثقافية من إذاعة القوات المسلحة العراقية، نحل فيه وإياكم ضيوفا على مبدع عراقي. أوراق ثقافية، ضوء على الإبداع العراقي، يأتيكم ظهيرة كل يوم جمعة عند الساعة الثانية. أجمل التحايا أحبتي مستمعي إذاعة القوات المسلحة العراقية، وأهلا بكم وحلقة جديدة من أوراق ثقافية. سيكون ضيفي فيها الناقد والكاتب الكبير الأستاذ علي سعدون، فأهلا به معنا. أستاذ علي، دعني أبدأ بداية غير تقليدية. كيف يصف علي سعدون علاقته بميسان وتاريخها؟ أولا أهلا وسهلا بكم أستاذ عمر، بك وبمستمعي برنامج في إذاعتكم الموقرة. يعني وصف علاقتي بميسان كأي كاتب جنوبي ينتمي، يعني مثل ما يقول، حقا وفعلا لبلده ومدينته تربى بها ودرس بها ونشأ وازداد ثقافة وتجربة في هذه المدينة المعطاء، المدينة المضحية، المدينة الجميلة ذات النفس الطيب. يعني هذه هي السمة الغالبة أو هذا التوصيف السريع، خلينا نقول. نعم. لكن هذا الموضوع بالحقيقة يحيلنا إلى قضية مهمة جدا أنا بتقديري، يعني الكاتب يرى في قضية البيئة وتأثيراتها ما لا يراه الآخر. طبعا هذا الكلام ينطبق على معظم التجارب العالمية، يعني هذه القضية هي ليست حكرا على شخص دون غيري. أنا باعتقادي يعني يتضح تأثير المحيط الطبيعة على منجز الكاتب بشكل ملحوظ باعتبارها مؤثرات على درجة عالية من الأهمية. يعني ربما ذلك يأتي أو يجي بسبب تعلق الكاتب بالفطرة بتأثيرها وقوة حضورها بمنجز الإبداعي. يعني مثلا هناك تجارب محلية شاخصة مثل تجربة بدر شاكر السياب، نعم، تجربة سعد يوسف، غائب طعمة فرمان، كثير من الأسماء يمكن أن نعطيهم مثال شاخص لتأثيرات البيئة في نصوصهم وفي تجاربهم. يعني على سبيل المثال في واحدة من المرابد كان معنا ضيوف عرب، وكانت هناك زيارة لبيت السياب والأماكن اللي يتحدث عنها السياب بإسهاب، يعني مثلا نهر بوي. أنا حقيقة الأستاذ عمر، الكاتب العربي عندما شاهد نهر بوي يعني كثير منهم استغربوا، يعني هذا بوي ومجرد ساقية بسيطة فرعية، خلينا نقول تروي مجموعة من الأول، تساهم بري مجموعة من البساتين، فاستغربوا هذا بوي الرمز الشاخص في تجربة السياب والذي درس بأطاريح أكاديمية على مستوى الماجستير والدكتوراه في جامعات عربية وجامعات عالمية أيضا. يعني السياب درس في إنجلترا وفي أمريكا وفي كندا، بالإضافة إلى أنه درس في كل جامعات العالم، يعني مئات من الأطاريح كانت تتحدث عن تجربة السياب. فتخيل هذه الأماكن المحلية، يعني ساقية في بستان انطاها السياب من خلال عمق الصورة الشعرية اللي اشتغل عليها، طاها أفق واسع، وبالتالي ترسخت في ذهنية القارئ باعتبارها من الرموز والأيقونات الشاخصة. فتأثيرات التأثيرات البيئة قد نتحدث عنها بإسهاب، يعني دائما إذا أحيلك للتجربة المصرية، يعني تجربة مصر، شوف نجيب محفوظ شلون أوصل الحارة المصرية إلى العالمية آفاق كلش واسعة. نعم.
انا فيما يخصني يعني انا بدات شاعرا اكتب قصيده النثر، ثم اغوتني بتعبير استاذنا دكتور حاتم الصقر، اغوتني تفاحه النقد فتركت الكتاب الشعري. استاذ علي، هل كانت يعني الطفوله تنبئ بهذه الموهبه؟ والله انا على مستوى الحسي الشخصي كنت اشعر ان لدي ما اقول، لكن هناك فرق بين يعني ان تولد في بيت معرفي، بيت ثقافي، بيت يتعاطى المعرفه ويتداولها بشكل يومي. يعني تجد مكتبه بالبيت، تجد اخ اكبر منك يقرا ادب او يقرا كتب الاجتماع او الفلسفه او غيرها، وهناك كائن اخر يفتح عينه على اب بمستوى معيشي بسيط، رجل كادح وطيب. انا فتحت عيني بالبيت ما لقيت غير كتاب القران، القران الكريم، وكتاب اسمه تاريخ العلويين لكاتب انا لا اتذكر اسمه بالضبط، بس اتذكر لقبه طويل. كتاب كان مذهل، طبعا هو اكيد طبعه قديمه واعتقد هو طبعه بيروت. هذا الكتاب احس كانما يتحدث عن اسرار، يعني اسرار المعرفه، اسرار التاريخ، اسرار وتعرف انت موضوع التاريخ العلويين في وقتها، يعني احنا نشأنا بالسبعينات كاطفال وبدايه الشباب. يعني اعتقد هذا الكتاب لفت انتباهي الى قضايا واسعه، مثل ما يقول طبعا واسعه بمستواي كطفل كصبي يافع يعني. ومن ثم انا اللي بادرت، يعني انا بسبب حبي وتطلعي يعني للمسرح ابتداء، خاصه المسرحيات المكتوبه باللغه العربيه الفصحى اللي كانت احيانا تباع بالمكتبات. بالمناسبه انا اعتقد انه انا ابن جيل محظوظ، لانه يعني جيلنا كانت تتوفر امامه مكتبات تبيع الكتب اللي تصدر عن دار الحريه وعن دار الشؤون الثقافيه وعن كثير من الدور العراقيه والعربيه وباسعار زهيده جدا، يعني الكتاب لا يتجاوز سعره الدرهم او الميت فلس يعني. فاعتقد انه انا بديت، انا اللي كونت اول مكتبه في بيتي، ورغم انه اتجاهي الاكثر في القراءه كان لقراءه الروايه والقصه ومن ثم الشعر، فمن هنا بدات يعني. الأصدقاء أيضا كان لدي أصدقاء بالابتدائية، أنا بالسادس الابتدائي وبالمتوسطة أو المتوسط وثاني متوسط، أيضا أصدقاء عندهم هذا الهوس، يعني يمتلكون هاي الرؤية، رؤية التطلع، رؤية القراءة، رؤية التثاقف خلينا نسميه. فمن هنا كانت البداية يعني. نعم. أستاذ علي، حدثني عن تجربة مجلة أقلام، وهي تجربة ثرية جدا، يا ريت تلقي الضوء عليها أكثر. الأقلام هذه المجلة العريقة اللي وصل عمرها الآن إلى 62 عام، هذه مجلة ذات تاريخ عريق، تعاقب على تحريرها وإدارة تحريرها ورئاسة تحريرها أسماء لعمالقة وأفلاذ كبار. يعني في عام 2019 صدر أمر وزاري بتشكيل هيئة تحرير جديدة برئاسة الدكتور عارف الساعد وعضويتي أنا ويعني علي سعدون والدكتور حمزة عليوي والشاعر علي محمود خضير ومهند الخيكان. حقيقة كنا متفاجئين يعني اختيار دكتور عارف لهذا الطاقم او لهذا الفريق، لكن بدأت تتضح عدد بعد اخر دقة اختياره، يعني هو اختار مجموعة من الناس مهنيين اصحاب خبرة وتجربة في العمل الاعلامي والادبي، وبدأنا من تلك اللحظة. الاقلام مجلة الحكومة خلينا نسميها بين قوسين، يعني هي مجلة تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة اللي هي
جزء من تشكيلات وزارة الثقافة نعم والسياحة والآثار. عملنا لفترة طويلة، قلت لك، برئاسة الدكتور عارف الساعدي، وهو شاعر معروف ومثقف عراقي وأكاديمي في مصر. في عام 22، وبسبب تفاقم المسؤوليات على الدكتور عارف، اختارني أن أكون مديرة التحرير، فصارت مسؤوليتي أكبر بالمجلة، وبدينا نشتغل بطريقة أكثر اتساع، أكثر تخطيط مثل ما يقول، يعني لأنه وقعت المسؤولية مباشرة علينا يعني. وبدينا نشتغل، يعني أنا والدكتور حمزة عليوي والزملاء أستاذ علي وأستاذ مهند، وبدينا ننجز يعني، طلعنا بحدود 8 أعداد أو 10 أعداد يعني. ومن ثم صدر الأمر الإداري أخيرا في سنة 2024 باختياري كرئيس تحرير لهذه المجلة العريقة، اللي حقيقة يعني أنا كنت أحلم أن أنشر مادة في مجلة الأقلام، مو حتى أكون محرر بها أو مدير تحريرها أو رئيس تحريرها. ومن استلامنا للمسؤولية في هذه المجلة، بدينا أنا وأصدقائي فريق العمل اللي انضم لنا أيضا بوقت لاحق زميلنا الناقد حسن الكعبي، أيضا صار جزء من طاقم العمل، ووفاتني أن أذكر الجهد المثابر ممتاز السيدة سكرتيرة التحرير زينة عبد القادر منصور، أيضا ساهمت معانا بعمل وما زلنا لحد الآن. حقيقة أنت سألتني عن تجربتي في مجلة الأقلام، أنا أنظر للدوريات الثقافية يعني نظرة تزاوج ما بين تاريخ تأسيسها وشلون اشتغلت هذه المجلة، وربطها بالحاضر، حاجة القارئ الآن يعني إلى ماذا ينظر القارئ العراقي الآن، متداول الثقافة أو مستهلك الثقافة، ماذا ينتظر من هذه الدوريات يعني. فبصراحة اكتشفت أن القارئ يهتم كثيرا بالأعداد الغنية، الأعداد الدسمة، الأعداد التي تمتلئ بالتنوع، تمتلئ بالجديد. طبعا الأقلام تعرف يعني مجلة متخصصة، فلا تنشر شيئا منشورا سابقا يعني، هي تعتمد نظام الحقوق يعني المكافآت أو الحقوق خلينا نسميها، وبالتالي لا تقبل بمادة منشورة. فحمدنا في أعدادنا الأخيرة إلى أعداد تخصصية يعني، لكي تكون مرجعا مستقبلا، هي مرجع للمعني بالجنس الأدبي المحدد يعني. مثلا صدر قبل أيام عدد خاص من الأقلام، وهو العدد الثالث لعام 24، خاص بالقصة القصيرة، وعملنا في هذا العدد على استراتيجيات الاستكتاب للنشر، أنه أنت أمام فن عظيم اسمه القصة القصيرة، يكاد يضعف أو يفتر على مستوى التسويق وعلى مستوى الإعلان إلى آخره، وبالتالي أنت عليك أن تقدم عدد مدروس في مجلة الأقلام، تبدأ تعيد الاعتبار لهذا الفن العظيم اللي معظم كتابه اتجهوا إلى كتابة الرواية. أنت تعرف أكو نزوح من كتابة القصة إلى الرواية. كتابة الرواية، ربما بسبب إغراءات الجوائز العربية والعالمية وحتى العراقية، تهتم بالرواية أكثر مما تهتم بالقصة، وتروج لذلك يعني. كثير من الأصدقاء والزملاء فازوا بجوائز وجوائز ذات قيمة معنوية ومالية عالية. أستاذ علي عذرا يعني ولو أقاطع حضرتك، لكن يعني ما يصير هذا التحول؟ في السابق كانت القصة القصيرة هي الرائجة، الكل يبحث عنها. نعم، تمام، أتفق وياك أستاذ عمر. من الخمسينات أو من الأربعينات السائد أو الأهم ساطع، أنت تعرف العراق أو الثقافة العربية هي ثقافة شعر، فالشعر كان هو السائد، ومن ثم تجي بالدرجة الثانية من بعد الشعر هي القصة القصيرة، والقصة القصيرة ذات أسماء عظيمة في التجربة العراقية يعني، من غائب طعم فرمان إلى
محمد خضير إلى كتاب كثيرين، يعني جليل القيسي، كاظم الأحمدي، أسماء عديدة يعني قد تخون الذاكرة. حتى التجربة العربية، حتى التجربة العربية والعالمية، يعني التجربة المصرية في القصة القصيرة كبيرة. السنوات الأخيرة أستاذ عمر، وما أعرف تتفق وياي أو لا، هناك عزوف واضح عن كتابة القصة القصيرة لصالح الرواية، يعني معظم الساردين اتجهوا إلى كتابة الرواية وهجروا، أنا سميتها في عمودي بهذا العدد التخصصي هجران ذوي القربة، يعني هم نفسهم الساردين تركوا فن القصة القصيرة واتجهوا. أستاذ علي، الكاتب الكبير ألبرتو مورافيا يقول إن القصة القصيرة أصعب. نعم، هي أصعب لأسباب، يعني مثلا على سبيل المثال عندما تكون أمامك مساحة واسعة، وهذا ما يحدث عندما تكتب رواية أو تكتب سيرة ذاتية، تصير عندك مساحة أوسع، حتى عندما تكون هناك عثرات في الرواية ممكن أنه الكاتب في منتصف الرواية، ما قبل المنتصف، ما بعد المنتصف، قد يتجاوز هذه العثرات. أما في القصة القصيرة، صعوبة القصة القصيرة هنا تكمن. أولاً أنا قدمت محاضرة في عام 2023 في ضمن مشغل البصرة السرد الثالث، أتذكر أنه أنا اللي عرفت القصة في وقتها في ذلك المبحث بأن هذه القصة هي لحظة فهم عميق للحياة. هي لحظة بالحقيقة، هي زاوية من زوايا، يعني هي مشهد صغير ومبتسر من مشهد واسع يمثل حياة واسعة ومتعددة وضخمة. تحتاج القصة القصيرة إلى رؤية مكثفة، أسلوب ماهر، لغة نادرة أيضا، واختزال شديد، وبالتالي أحيانا تتوفر القصة القصيرة بسبب هذا التكثيف وهذا الإيجاز إلى نوع من الشعرية. وأجمل القصص القصيرة هي التي تتوفر على سحنة العبارة الشعرية بمعنى من المعاني. فأتفق معك أنه القصة القصيرة هي فن صعب ونادر وليس سهلا على الإطلاق. نعم أستاذ علي، دعني أعود إلى إجابة حضرتك. لقد قلت أن جيلك كان جيل محظوظ، ألا يبدو هذا الجيل الآن حاليا أكثر حظا بوصوله للمعلومة عن طريق ضغطة زر فقط؟ نعم بالتأكيد، هو كل زمن إلى متطلباته وإلى حيثياته. التكنولوجيا هل ساعدت المبدع أم أنها أضرت القراءة؟ هو أنا جايك بالتفصيل. نعم. في القراءة الورقية هناك نوع من العلاقة الحميمة بين القارئ وبين الكتاب. قراءة الكتاب هي قراءة، هي تمثل طقس شخص بالنسبة للمثقف. نعم. اعتدنا على حتى على رائحة الورق، اعتدنا على ملمس الغلاف مثل ما يقول، العنوانات المبهرة والرائعة اللي يتفنن بها مصممو تلك الكتب. هذا فيما يخص علاقة الكاتب المثقف بالكتاب، الكتاب الورقي أقصد. أما على وفق ما يحدث الآن في التكنولوجيا الحديثة، الميديا، الانترنت، غيرها، هذه بصراحة هي بقدر ما هي تتيح للقارئ أن يصول ويجول في مكتبات بآلاف الكتب، هي في نفس الوقت بتدخل في منظومة استهلاكية. يعني على سبيل المثال، أنت عندما تفتح الانترنت يصير أمامك وسائل متعة سهلة مثل اليوتيوب، مثل الفيسبوك، مثل الواتساب، مثل غيره غيره غيره. نعم. وبالتالي لحظات القراءة أو ساعات القراءة خلينا نسميها راح تكون قليلة جدا. يعني معظم اللي تقرأ أنت من معلومات هو يجيك بطريقة البي دي اف، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تضع رؤوس أقلام ولا تستطيع أن تضع ملاحظاتك على الفقرة المعنية بالكتاب أو على الجملة المعنية أو على العنوان الفرعي أو الرئيس وهكذا. وبالتالي هناك فروقات طبعا، يعني الآن حتى على مستوى الإصدارات، الآن الصحيفة تقرأ
إلكترونيا أكثر مما تقرأ ورقيا. نعم. الكتب أيضا، الكتب، المجلات، المواقع، يعني أنت مثلا تنزل مادة في موقع معين عدد قرائها وعدد مشاهديها يفوق الآلاف، بينما الآن أكبر كاتب عراقي الآن إجماع يطبع كتاب هو لا يعني مستحيل يتجاوز عدد النسخ مالته 500، يعني 500 هذا طبعا بالماكسيموم. نعم. هو طبعا هو مؤكد انه انت لازم تكون جزء من عصر التكنولوجيا، لازم تكون جزء من عصر التحديث في انتاج الثقافه واستهلاكها. مؤكد انه لكل حاله من الحالات لها اسلوبها وتداعياتها وصورتها، خلينا نقول العامه وصورتها الشخصيه. نعم استاذ علي، بالمجمل ما زال لدينا قراء يثابرون على شراء الكتاب رغم ارتفاع اسعار الكتب ويقرؤون بالطريقه الكلاسيكيه او التقليديه. نعم. وهذا لا 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 يعني بعدم وجود قراء للرقمي، الالكتروني الرقمي. نعم. الصحيفه الرقميه. نعم. مؤكد انه لكل جمهور. جمهور. استاذ علي، مثلث الابداع، الكاتب او الشاعر او المبدع والمتلقي والناقد، هل يبدو ان الناقد هو اقلهم حظا؟ والله هو مو اقلهم حظا، هو اكثرهم كراهية. نعم. يعني الناقد طبعا هنا اتحدث عن النقد الحقيقي. نعم. لانه مو كل ما يصدر عن المدونة النقدية الان هو بنقد حقيقي، هناك ممارسات نقدية نسمي ما يسمى بالنقد. أما على مستوى النقد الحقيقي لا، بالتأكيد لا، القضية مختلفة. هو أقل الأجناس الإبداعية حظا مثل ما تفضل أستاذ عمر فيما يخص علاقته بالقارئ. يعني كثير من الأشياء ممكن أن نفصل بها بهذا، إذا عندي وقت أنا جيد أن أتحدث لك بهذا الموضوع. نعم. بالحقيقة أنه النقد عالميا هو الذي يوجه بوصلة مبيعات الكتب وبوصلة القراءة. يعني هي بوصلة القراءة هي تؤدي إلى انتعاش سوق الكتب، على اعتبار هناك ناقد يكتب في صحيفة مهمة أو كبيرة مثل نيويورك تايمز ويشير إلى رواية بعينها، وبالتالي تتجه أنظار القراء إلى هذه الرواية. نعم. هذه الرواية التي يشير بها ناقد مؤكد أنها مهمة أو جديرة بالقراءة. بالخصوص كراهية النقد لدينا، أسبابها أنا بتقديري الشخصي أنه معظم ما يكتب لدينا من نقد هو نقد مدرسي، نقد جاف، لا يمتلك لغة طرية، لغة عذبة مثل ما يمتلك الشعر، تمتلك الرواية، تمتلك القصة. وبالتالي على النقاد الآن أن يهتمون كثيرا بقضية اللغة. هناك بالمناسبة النقد هو نص على نص في واحدة من تعريفاته أو واحدة من اجتراحاته وممارساته، ويمثل كتابة إبداعية على كتاب إبداعي. يعني لابد وأن تكون لغة الناقد مثل ما نطلب من الناقد أن يكون علمي وأن يكون دقيق في طروحاته، مؤكد أننا نطالبه بأن يكتب بلغة سلسة، لغة واضحة، لغة تقارب الأجناس الإبداعية الأخرى. نعم. الإبداع لدينا في الأدب هو شعر وقصة ورواية وأدب مسرحي ونقد، وبالتالي النقد هو خطاب إبداعي. خليني استاذ علي اتحول، استثمر الوقت، اتحول الى الشعر، وانت صاحب تجربه شعريه غنيه، يعني الغياب العالي واصغاء المنفى واكثر من مياه، عناوين مثيره استاذ علي، كيف تختار العنوان؟ والله انت سالتني بالبدايه عن علاقه البيئه بالنص او نعم. التجربه او على الكاتب. أنا معظم نصوصي، وأنا كنت أكتب نصوص هي أقرب لقصيدة النثر، يعني هي ليست شعرا خالصا، هي نصوص مفتوحة. نعم. ما يسمى باللغة النقدية أو بالإنجليزية نسميه text opening. هذا النص المفتوح بالحقيقة
هو النص الأقرب لقصيدة النثر. أنت تعرف قصيدة النثر اللي تكتب في لبنان تختلف عن قصيدة النثر اللي تكتب في العراق. نعم. قصيدة النثر اللي كتبوها المصريون تختلف عن لغة قصيدة النثر المكتوبة في الخليج العربي. كثير من التفاصيل ممكن أن نسولف بها في هذا الموضوع، لكن من الموضوعات من المؤثرات الرئيسية اللي كانت مهيمنة على تجربتي في كتابة تلك النصوص هي قضية المياه مثلا. نعم. أنه أنت مثلا، أنا ولادتي كانت في الماجدية ونشأت وما زال أهلي لحد الآن في نفس المكان. نعم. الماجدية هي عبارة عن أشبه بالجزيرة اللي تحيطها الأنهار من كل جوانب، وبالتالي أنت محاط بالمياه. زائدا أنه دجلة عندما يدخل للعمارة يبدي أول ما يدخل يتقسم إلى فرعين، شط العمارة اللي هو الرئيسي. نعم. يقسم المدينة إلى نصفين، نصف أيمن ونصف أيسر، ومن ثم هذا دجلة يتقسم إلى قسمين مثل ما نعرف بالجغرافيا موجود، أنه ينقسم إلى قسمين هو المشرع والكحلاء. نعم. فمدينة ممتلئة جدا بالماء بالأنهار. نعم. بالأنهار وتفرعات. وبالتالي معظم شعراء ميسان، جمال جاسم أمين، رعد سامي، الأساتذة آخرين تأثروا بالبيئة. تأثروا بالبيئة، يعني لا تجد نص عند رعد سامي يخلو من المياه، لا تجد نص من النصوص المفتوحة في قصيدة النذر يخلو من المياه. كذلك ما ينطبق على أستاذنا وشاعرنا الكبير جمال جاسم أمين، أيضا تأثيرات الخضرة والبساتين والأنهار وهاي الطبيعة الطيبة الفطرية لأهالي ميسان دائما تجدها في هذه النصوص. نعم أستاذ علي سعدون، يعني الوقت ممتع مع حضرتك، جزيل الشكر لتواجدك اليوم ضيفا في أوراق ثقافية، شكرا لك. ممنون. شكرا أستاذ. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا. وبهذا أحبتي نصل إلى ختام حلقة اليوم، انتظرونا وحلقات جديدة بإذن الله. شكرا لكم. أوراق ثقافية من إذاعة القوات المسلحة العراقية، نحل فيه وإياكم ضيوفا على مبدع عراقي. أوراق ثقافية، ضوء على الإبداع العراقي، يأتيكم ظهيرة كل يوم جمعة عند الساعة 2:00.